قبل ما نتكلم في حاجات كتير جدا، معانا واحد من نجوم الكرة المصرية ورئيس نادي بيراميدز، كابتن حسام البدري المدير الفني الشهير السابق. ألف مبروك يا كابتن حسام، عمالين نبارك لك نبارك لك، الأسبوع اللي فات باركنا والأسبوع ده بنبارك تاتش وود، وألف مبروك الفوز النهاردة واحتلال قمة الدوري المصري منفردا ب 63 نقطة. الله يبارك فيك يا مهيب، وان شاء الله تذكرنا كده على طول يا مهيب بقى. ان شاء الله باذن الله. يعني انا المقدمه بتاعتي، انا بقالي فتره يا كابتن حسام يمكن بتهاجم شويه، لاني بتكلم على بيراميدز كتير، حتى بيراميدز كان الثالث ما كانش الثاني، وقلت لهم بيراميدز جاي من تحت، وبيراميدز فرقه محترمه وفرقه. النهارده الحمد لله كلامي طلع صح بنسبه 100%، مش 99%، ايا كان، سواء بيراميدز خد الدوري ما خدش الدوري، انت امام زي ما قلت هرم جديد في الكره المصريه، امام فرقه محترمه، امام منظومه كبيره جدا جدا، سواء داخل الملعب او خارج الملعب. انا اسف على الاطاله. بشكرك يا مهيب طبعا، واكيد برضو تسعدني، لان اذا كنا احنا بنتكلم او بنركز جوه الملعب اكيد بيبقى برضو تركيزنا بره الملعب وفي المنظومه، فاكيد رايي وبالذات برضو رايي منك انت، لان انت ليك خبرات يا مهيب كبيره جدا. الله يخليك. وتعاملت، لا طبعا طبعا طبعا، كاعلامي ليك خبرات كبيره جدا وجاب كبير جدا، والتعامل على مدار سنوات طويله مع يعني طوائف مختلفه في كل المواقف، سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي او داخل مصر او خارج مصر، فاكيد شهادتك طبعا بتبقى مهمه جدا جدا جدا، وببقى سعيد بيها. وبقول اذا كنت النهارده، انا بقول الحمد لله على الفوز النهارده، وسعيد بالثلاث نقاط، وسعيد ان احنا بنصل على قمه جدول الدوري العام. لكن يمكن كمسؤول، واللي انت بتقوله بقى سعادتي، ان بيتحقق جزء كبير جدا مع بدايه المشوار اللي احنا بديناه، وانا موجود في روسيا مع المستشار تركي ألشي، ونكون الفرقه ونختار اللعيبه والاختيارات، وبنصل للدرجه ديت، وعاوزين نصل الى درجه فيها استقرار، وفيها ان اللعيبه بتؤمن بالفكره نفسها وعندها انتماء للمكان وعاوزه تحقق حاجه. هو ده طبعا الفوز على الاهلي والزمالك النهارده بيحقق اللي انا بقوله ده بشكل كبير جدا. طيب يعني